الليلة بعد الأخبار على شاشة الام تي في بتكونوا على موعد مع ما في مثله مع سكتشات ضحكة ومع كل الشخصيات يلي بتحبوها ممثلين كمان يلي بتنطرون. خلينا نشوف أجواء الحلقة. عباس وين ظامت يا زلمة؟ عفشتك. شو عفشتني؟ مثل كأني عامل لي شي عاملة. وين رايح؟ وين ساحي؟ منيح تمام؟ عندي مشوار ضروري. شو خير؟ جاي قصدك تنظبط الحسبة بيناتنا؟ تفضل. نحن اليوم قد ايه بالشهر؟ خمسة. خمسة الشهر. وهي المية دولار يلي أخذتها منك وميرسي كثير. خليها معك نعيم. هدي هدي حبيبي. خليها معك. لا لا اتفقنا على شغلة يا عباس، أنا قلت لك خمسة الشهر أنا بكون قبضت وعملت حساباتي، إيه؟ خمسة الشهر قلت لك برجع لك إياها، ونحن اليوم خمسة الشهر تفضل على المية وميرسي كثير. وأنا عم بقول لك خليها معك نعيم وعارف حالي شو عم بقول، خليها عباس معك. عباس ما راح أقبل، الحق حق. ما راح اقبل، خلص شغلي انا قلت لك انا ما في نام وفي راسي ما نعيم خليها معك لك يا عباس، خلص انا قلت لك خمس الشهر، نحن اليوم خمس الشهر وهيدي ال 100 دولار وميرسي ما مش راح اقبل. لو خي ما راح ترجع تاخذها مني بكره بست الشهر، ما لك اربع سنين على الحالة بتجيبها بخمسه وبتاخذها بسته، هاي هي قصتك انت، هيدي ما عم تفوت على جيبتي، يا بتفوت بخمسه بترجع بتتاخذ بسته، منيح؟ صار لك اربع سنين هيك. طب بس هلا مش عايزها. بكره راح تعوزها. هلا مش مضطر عليها. لك بكره رح تضطر. هيدي اجواء حلقه ما في مثله لا الليله بعد الاخبار مباشره، اما الساعه 9:30 فرح نروح بالسفينه مع ستارز اون بورد مع كل الفنانين يلي بتحبون، مجموعه كبيره من الفنانين يلي بتحبون وبتنطرون مع اجواء رائعه، اجواء هيك كول، اجواء صيفيه، اجواء رحلات، اجواء هوليداي، وكمان مع اجمل الاغاني واجمل العروض الغنائيه خلال الرحلة، وبنكون كمان عم نعمل سياحة ونتعرف على كثير من البلدان مع نجومنا المفضلين. خلينا نشوف. تخيل عمره 17 سنة بس واسمه يورغوس. يورغوس؟ وهو يورغوس طبعا اكيد. يورغوس اسمه. يس هاي يو كان كم. هاي هاو ار يو؟ كيف حبيبي؟ فاين ثانكس. سو يو ذا تيتشر توداي. يو ويل ترين ذيم. اوكي از ات هارد؟ از ات ديفيكولت؟ نو. فور يو نو بات وات دو يو ثينك فور ذيم؟ I am here. يرقص. تنزلوا عليه. فخلص مدربكم معاكم. يلا. الجو عم بيكون طبيعي، يعني كل واحد عم يبين اكثر للناس ليتقرب اكثر من الناس، لانه العالم تعرف فنان على على الستيج على المسرح ما بتعرف له كثير كاركتير وحركاته. اجواء كمان ممتعه باليونان. اذا هلا راح نكون مع وقفه، بعدين راح نكون مع تيستينج اكيد بعد كل الشغل اللي اشتغله شيف شل، نشوف شو هي النتيجه، اكيد رائعه ومنتبه.